هالمرة فقرة وهم، ما احنا نعتبر انه ام حبودي كمان موجودة هون بمطرح معين، وانت او مدير اعمالها بدك تجاوب عنا تنشوف شو القصص اللي ممكن تصير وهم او ممكن تكون حقيقة. منبلش باول جملة. ام حبودي تخرج عن صمتها وتقرر الانتحار. هل معقولة هذا الشيء تعمله ام حبودي؟ عملتها ثلاث مرات ما زبطت. اف هو المخترع الشخصي، يعني فينا نقول انا عم جاوب عنك احسن. جربتها مرتين ثلاثه بس ما زبطت. مش كشخصيه يعني كحقيقه؟ ايه كحقيقه جربتها ما زبطت. كحسين اما كحسين جربت الانتحار انه انهي انهي حبودي خلص. انا بتلعب على الكلام. انا فكرت انه انت ك انه حسين قررت تنتحر ثلاث مرات. ايه كحسين قررت تنتحر ثلاث مرات فانهي محبود والله. لك اوقات الكاركتر بيأثر عليك والشخص اللي قديش صار له الكاركتر معروف؟ اربع سنين. اربع سنين؟ ليه اول يوم كورونا كان بلبنان. اوكي، اي متى فكرت اول مره تنتحر؟ من سنه بس بحس انه هالشيء يعني خليني اسال. بس ما صار لك زمان مقرر تنتحر؟ ما صار لي زمان. يعني شو كان السبب؟ لك اوقات الضغوطات اللي بالحياه لما الواحد بكون كثير مضغوط وعنده كبت وتراكمات بيوصلوا لمرحله ما بعد قادر يستوعب شو عم بيصير حواليه. لما بتوصل لمرحله ما بتعود تلاقي حدا يفهمك او يسمعك، فبتلاقي انه اني لا مطرحي مش هون. اني خلص هذا الصراع اللي جواتي بدي وقفه. والشخص اللي دائما بياخذ كاركتر كوميدي او دائما بيحاول يضحك العالم وحياته كلها عباره عن فكاهيه وضحك، هو بيوصل لمرحله انه بحس حاله انه مكئب بس ما بيعرف ليه. يمكن مرض نفسي والمرض مش عارف. رحت لعند حكيم نفساني؟ ايه هلا انا عم بتعالج عند دكتور نفساني. شيء ما انه عارف. ليه ما فكرت شيء من اول مره تروح عند الحكيم النفساني؟ ولا يمكن كذا مره جربت تنتحر بالاخر تقررت، يعني ما لك زمان عند الحكيم؟ لا ما كنت بالبدايه ما كنت فكر انا بدي اروح عند دكتور نفسي. مين نصحك؟ انا نصحت حالي انه انا بدي اعيش، بدي كفي، ليش بدي انتحر؟ طيب اذا بدك توجه رساله هلا لكل الاشخاص، تعرف انه احنا هلا خاصه بلبنان وضعنا منه كثير منيح وكلنا عنا هالضغوطات، في كتار عم بفكروا يمكن ينتحروا، اذا بدك توجه لهم رساله بعد تجربه انت جربتها ورجعت قررت تروح تتعالج تا ما بقى تفكر بهذا الموضوع، شو بتنصحهم؟ هيك كل شخص خلق بهذه الحياه عنده رساله، كل حدا انوجد هون بهذا الفلل الكبير لسبب. ما في حدا انوجد هيك عن عبث. فكله عبارة عن وقته بيقطع. شو أنك جرم صغير وبك انطوى العالم الأكبر. يعني أنت بتعتبر أنه حياتنا على الأرض هو وقت وبيقطع؟ لا أكيد وقته بيقطع، الوقت عم يقطع مثل السهم. بس هيك؟ شو أبعاده؟ فيكون وقت أقصر؟ لا إذا بس ما أنت هلأ، إذا هلأ أنت كنت متضايق متضايق أو مبسوط، الوقت بده يقطع. يعني كل شيء بيمرق، كل شيء بيمرق، يعني اي محنه، يعني ما في شده بالدنيا، كل شيء بيمرق. هذا اللي بدك تنصحه، يعني طبعاً. ما حدا يفكر ينتحر لانه ما في شده. هلا مرتو جاي لما تفكر بدك تنتحر اخر سؤال عن هالموضوع، شو بتقول براسك؟ شو بتفكر بذهنك؟ ما عادش فكر بالموضوع ابدا ولا يخطر ببالي. ليه طيب انه ليه ما بترجع بتفكر فيها؟ لا بتحدى وبكفي وبعيش وبتغلب على هدول القصص وبوصل لمرحله بصير بتطلع لورا انه انا وين كنت وين صرت. خلص طول الشام خليني بس عم بمزح اكيد. ام حبودي في السجن وهذا هو السبب. بتفوت على السجن كرمال موضوع معين؟ ام حبودي؟ ايه؟ ما بعتقدش. وحسين؟ دعت على مغفر مرتين بس ما روحتش. ليش حسين؟ حسين بفوت على السجن كرمال اي موضوع؟ لا ما في شيء بخليك مثلا تعمل اي شيء تقدر من وراه تفوت على السجن؟ لا ام حبودي نائب في البرلمان اللبناني. ايه ام حبودي نائب بالبرلمان بغير قصص كثيره. مثل شو ام حبودي ممكن تصير؟ بتحب هذا الشيء؟ ايه بحب. بتحب السياسه؟ وزيرة الشباب والرياضه مثلا. طيب حسين حجاج صاحب شخصيه ام حبودي يعتنق المسيحيه. ما يعني ما بحس انه صار فرق اذا اعتنقت المسيحيه، ما هني يعني كلنا بنعبد رب واحد. واو شو حلو جوابك. فيلم مصري جديد من اخراج حسين حجاج. يلا انه بنعرف اكيد كان في لحن ضرير والخراب يعني 2018 2019 فيلمين، بس انه حلو يكون في عندك شيء جديد لا بعالم الاخراج ولا صح. تخليت عن هالموضوع؟ لا ما تخليت، هلا حاليا عم نخطط ومنجهز لشيء نشتغله، بس انه بحس اذا انفتحت باب الفرص وكان في دعم
مادي، لانه هلا بهذا البلد ما في شيء مش بدون دعم مادي. اذا كان في دعم مادي ليش لا نعمل فيلم مصري وهندي وكله.